أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن مع مقياس مدخل إلى علم الاجتماع للسداسي الأول طلبة الجذع المشترك كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. في هذا المقياس سوف نتناول فيه هذه المحاضرات عن بعد، هي تكملة للمحاضرات الحضورية التي ألقيناها في المدرج. سوف نتناول في مقياسنا هذا أن نعطي صورة أولية حول علم الاجتماع كتعريف له، مفاهيمه، تعريفات العلماء له، وكذلك ننتقل بعد ذلك إلى مواضيع علم الاجتماع، ماذا يدرس؟ سوف نجد أن هناك اختلافات في مواضيع علم الاجتماع لتعدد آراء العلماء ومشاربهم الفكرية. فاختلف علماء الاجتماع في تحديد موضوعات الدراسة في علم الاجتماع، فنتج عن ذلك أن تعددت تعريفاتهم له، وذلك كما ذكرت سالفاً لاختلاف وجهات نظرهم وتباين مشاربهم الفكرية ونظرتهم لمناهج الدراسة الخاصة بعلم الاجتماع وبعلاقته بالعلوم الأخرى. ننطلق من خلال تعريفنا لعلم الاجتماع، إذ يعرفه ويليام أوشبرن بأنه الدراسة العلمية للحياة الإنسانية والاجتماعية. تعريف آخر هربرت سبنسر يعرفه بأنه علم الاجتماع يصف ويفسر نشأة النظم الاجتماعية كالنظام الأسري والنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الديني والنظام الثقافي والنظام التربوي. فعلم الاجتماع يصف ويفسر هذه النظم في تفاعلاتها فيما بينها. أيضا كما جاء في معجم العلوم الاجتماعية بأن علم الاجتماع هو دراسة وصفية تفسيرية مقارنة. مقارنة لماذا؟ مقارنة للمجتمعات الإنسانية، بحيث أن هذه المجتمعات اختلفت فيما بينها فيما يخص التفاعلات والسلوك الحادث بينها في الزمان والمكان، وحدث هنالك تطور في هذه المجتمعات. موضوع الدراسة لعلم الاجتماع، يدرس علم الاجتماع أربعة مواضيع مهمة. يدرس الظواهر الاجتماعية لفينومين سوسيو بكل أنواعها، بعد ذلك وأيضا يدرس العمليات الاجتماعية، هذه العمليات التي تحدث بفعل التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وأيضا يهتم بدراسة الثقافة، فالثقافة تختلف ضمن المجتمعات المحلية من مجتمع إلى آخر، فعلم الاجتماع يهتم بدراسة تلك الفروقات. رابعاً يهتم بدراسة التغير في الثقافة من خلال الحراك الاجتماعي الحادث في المجتمعات، ومن ثم يتغير البناء الاجتماعي، يتغير البناء الأسري، البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي. هذه هي أربع مواضيع التي يدرسها علم الاجتماع. ننتقل الآن إلى علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى، العلوم الاجتماعية وغيرها من العلوم. فالتوصل للملامح الأساسية للدراسة في علم الاجتماع يقتضي منا أن نقف على علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى، تلك التي تتداخل معه من حيث اهتمامها بجانب أو أكثر من جوانب المجتمع. الحدود الفاصلة بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى غير واضحة المعالم، فهناك تقاطعات بينهما، مما ولد ظهور تخصصات معرفية جديدة دقيقة البحث. فننطلق من علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد. علم الاقتصاد من أقوى العلوم صلة بعلم الاجتماع، على اعتبار أن علم الاقتصاد يدرس وسائل الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. فعلم الاجتماع يدرس أثر توزيع الثروة على هذه الطبقات الاجتماعية بمختلفها، وأيضا يدرس تلك الفروق بين الأفراد في تناولهم لوسائل الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، الفروق الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما أن علم الاجتماع في حاجة إلى دراسة النظريات والمذاهب الاقتصادية ومدى تأثيرها على المشاكل الاجتماعية المختلفة التي تحصل في المجتمع. أدرك الكثير من العلماء أهمية العوامل الاجتماعية على النشاط الاقتصادي، والعكس صحيح، أيضاً النشاط الاقتصادي يؤثر على العوامل الاجتماعية. فالباحث في علم الاجتماع يهمه معرفة أثر الأجور على مستوى الكفاءة الإنتاجية من باب الدوافع والتحفيز داخل المؤسسة الاقتصادية، كذلك أثر الزيادة فيها أو التنزيل فيها
أقصد هنا الأجور، على مستوى الوضع الاجتماعي للطبقات المجتمعية وما يلحق الأفراد والأسر من أثر هذه الزيادة أو النقصان. من هنا برز تخصص متقاطع بين العلمين، وهو علم الاجتماع الاقتصادي الذي يربط بينهما. علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة. نلاحظ أن علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة واضحة المعالم من خلال ما يقدمه علم الاجتماع من معرفة شاملة بقضايا المجتمع، والتي تشكل لنا القاعدة الأساسية لأي سياسة تنموية أو إصلاحية يعتمدها المسؤول السياسي، أي أن مخرجات البحوث الاجتماعية تهيئ لاتخاذ قرارات سياسية صائبة. في المقابل تعتبر السياسة العامة للدولة وتوجهاتها وخططها أهم ما يشتغل عليه الرجل السياسي تأثراً بعلم الاجتماع، فهذا الأخير يقدم تحليلات وبيانات وتفسيرات للظواهر الاجتماعية. وعلم الاجتماع السياسي كتخصص علمي أكثر ما يعبر عن التقاطع الحاصل بين العلوم السياسية وعلم الاجتماع. علاقة علم الاجتماع بالعلوم القانونية. نلاحظ من خلال علاقة علم الاجتماع بالعلوم القانونية أن القانون يدرس القواعد التي تنظم المجتمع والتي تشرعها الدولة لتنظيم العلاقات بين المواطنين، هذا من جانب، وأيضاً علاقة المواطنين بدولتهم. فالعلاقة وثيقة الصلة بين علم الاجتماع والعلوم القانونية، إذ يستعين القانون بعلم الاجتماع للإحاطة بالظواهر الاجتماعية وفهمها وتفسيرها، فيتخذ رجل القانون هنا يتخذ أو يتصرف بمواد قانونية تحمي المجتمع، فيتسنى الربط والموائمة بين القواعد المقررة من طرف رجل القانون وبين البيئة الاجتماعية المحيطة. كما يستنير القانون أيضاً بمخرجات علم الاجتماع من خلال البحوث المنتجة على تلك الميولات الاجتماعية ليضع القوانين لها قدر كبير من الفعالية والنجاح، وأيضاً لها قدر كبير من القبول الاجتماعي. التفصيل في هذه المسائل مهمة الباحث في علم الاجتماع القانوني. هذا علم الاجتماع القانوني فهو تقاطع بين العلوم القانونية وعلم الاجتماع. علاقة علم الاجتماع بالهندسة المعمارية. نلاحظ أن الهندسة المعمارية كتخصص يهتم بتصميم المنشآت العمرانية والسكنات وبنائها وصيانتها بمراعاة معايير محددة تتعلق بشروط السلامة والإضاءة والتهوئة ومساحة المسكن ومساحة الفضاء العام المحيط بالمسكن والمنظر الجمالي للمحيط وتلك الفضاءات الحضارية بمختلف أنواعها. لا يمكن للهندسة كتخصص أن تؤدي دورها بمعزل عن فواعل اجتماعية أخرى تتحمل إخراج التصميم الذي يراعي فيه المهندس المصمم أفراد المجتمع، وتلك المشكلات الناجمة عن سياسات وقوانين التعمير إن كانت في هذه الحالة جائرة. هذا ما يقوم بدراسته علم الاجتماع الحضري سوسيولوجي أوربان. كتخصص أنتجه التقاطع بين الهندسة المعمارية وعلم الاجتماع. ننتقل الآن إلى علاقة علم الاجتماع بالعلوم الطبية. فعلاقة علم الاجتماع تظهر من خلال ذلك الفضاء البيني بين العلمين، وهو علم الاجتماع الطبي، كتأكيد على تأثير العوامل الاجتماعية على الجوانب الصحية والمرضية للإنسان من جهة، وارتباط أسلوب الرعاية الصحية وسياساتها المتبعة ومشكلات القطاع الصحي، خاصة في جانب الصحة الاجتماعية لأفراد المجتمع، أي أنها معيار يحتكم إليه لمعرفة مستوى المجتمعات، المستوى الاجتماعي والمستوى الصحي. وبالتالي كلما كانت المجتمعات متطورة ومتقدمة، كلما كانت الممارسة الطبية تحمل بعداً اجتماعياً وبعداً ثقافياً، بالإضافة إلى البعد البيولوجي الذي يتكفل به القطاع الصحي. علاقة علم الاجتماع بالعلوم الإدارية تتمظهر من خلال علم الاجتماع التنظيم والعمل، والذي عرف مجموعة من التخصصات بعد ذلك، إذ يهتم بدراسة الأفراد والجماعات كونهم فواعل
داخل مجالات تنظيمية مختلفة. يهتم بدراسة طبيعة الإدارة. قلت يهتم علم اجتماع التنظيم والعمل بدراسة طبيعة الإدارة داخل التنظيمات الاجتماعية بكونها فضاء مختبري. فضاء مختبري يلتقي فيه الموظفون والإداريون ورؤساء الإدارات، تجمعهم علاقات وظيفية أفقية وعلاقات أخرى عمودية مختلفة الأنواع، وتربطهم علاقات عمل متباينة. من هنا فهو يدرس العديد من الظواهر الاجتماعية الحاصلة داخل الإدارة والمصنع والمؤسسة، وعلاقة هذه الظواهر الاجتماعية بالمحيط، محيط هاته المحيط الاجتماعي أي محيط هاته المؤسسات. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة الأولى عن بعد فيما يخص علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بإذن الله في محاضرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.